يخرج علينا في هذه الأيام من يدعي أن ابن تيمية هو الذي نشر فكر الخوارج. هذا كلام باطل، وهذه كتب ابن تيمية بين أيدينا، كتب ابن تيمية بين أيدينا، الذي وقف ضد التشيع وضد التكفير وضد التفكير وضد الخوارج. من عبر التاريخ؟ إنه ابن تيمية، وهذه كتبه بين أيدينا. أما يخرج أحدهم يقول أن الخوارج مدرسة ابن تيمية، ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى، قال والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذا حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. ابن تيمية كان سدا منيعا ضد الخوارج، الذي دافع عن هذا الكتاب وعن هذه السنة.